بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، الأخوة والأخوات، عمال مصر الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم بعيدكم أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولا سيما الصناعية. لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائما بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنبا إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور، متعاهدا بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار. عاملات وعمال مصر الأوفياء، إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية. ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، حيث وجهت المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال، من بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال. وإضافة إلى ذلك، وإيمانا مني بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفي القلب منها العمال، فقد وجهت بما يلي: سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره، زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1000 جنيه كحد أدنى للعامل. والله يا دكتور مصطفى احنا محتاجين نخلي الصندوق ده نضيف له يعني دعم في الدعم. كنت بسأل الدكتور مصطفى أثناء الكلام من وزير العمل على حجم القيمة اللي موجودة في الصندوق، لأن هو كل ما هتزيد هيبقى في فرصة إن احنا الإعانات تبقى أكتر وتبقى أرقامها حتى مناسبة مع فمش عارف رأيك إيه. الميكروفون اهو يا دكتور، الميكروفون اهو، مش عايزين حجج لو سمحت. هو بس يا فندم يعني تأكيدا هقول لحضرتك، هو الرقم الحالي، لأن الصندوق الحقيقة من ساعة ما اتطور، من ساعة ما أنشئ، احنا شغالين على إن أولا عافينه من فكرة إن يبقى حسابه في البنك المركزي، بالعكس بيبقى بيسمح له إنه يضع في بنوك تجارية وبيجيب عوائد. والحقيقة هذا الصندوق يا فندم حضرتك تتذكر لما حضرتك وجهت وقت كورونا بإن احنا نصرف للعمالة الغير منتظمة مبالغ، هو اللي كان بيطلعها هذا الصندوق. وأيضا أثناء مشاكل السياحة
كان هو أساسا يعني هو بيدعم الفنادق والمنشآت السياحية وقت ما كانت الأزمات، وآخرهم المجموعة اللي عرضهم معالي الوزير دول بسبب أحداث غزة وتأثيرها على بعض المنشآت السياحية في جنوب سيناء كان بيصرف. هو حاليا الرقم، بس يعني تأكيدا تصحيحا للرقم، هو واصل دلوقتي إلى ما يقرب من 8 مليار وبيجيب العوائد بتاعته، وهو غالبا دلوقتي اللي بيتصرف منها هو العوائد. لكن حضرتك اللي تؤمر بيه يا فندم نزود شوية عشان اللي حضرتك أمرت بيه. قول يا دكتور. اللي حضرتك أمرت بيه يا فندم في إن زيادة الحد الأدنى من 600 ل 1000. لا ما خلاص، ده ملوش علاقة بالموضوع. اللي حضرتك تؤمر يا فندم. لا شوف رقم هنحط عليه عشان يبقى عندكم فرصة إن أنتوا، الفكرة كلها يا دكتور مصطفى لينا كلنا، إن أنا كل الصندوق ده رقمه عوايده ما بتزيد، فرصتي على ان انا ادخل وادعم عماله غير منتظمه، ادعم تحديات بتقابل شركات او كلام من هذا القبيل، اقدر اعمل ده. كل ما رقم كبير كل ما هقدر. انا بتكلم في عوايد. انا فاهم في هو ده العوايد، ما هو ده عشان كده وانا بتكلم عشان كده. فاللي حضرتك خمسه يعني خمسه مليار. خمسه مليار خلاص. شاكرين. طب وال1000 دول هنزودهم ولا ايه بقى؟ حضرتك تؤمر بيه يا فندم نخليهم اكتر يعني، لان طبعا 1000 1000 حتى دلوقتي تعتبر رقم بسيط يعني. ف طيب انا بتكلم ها ف اللي حضرتك 1500 يعني، لو ممكن حضرتك يعني احنا هنبقى ممكن نقترح 1500 حضرتك. 1500 كويس خلاص. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كتر خيرك. قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن. إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغب العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي. استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات. قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية. استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن. تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر. شعب مصر العظيم، عمال مصر الكرام، لقد خضنا معا خلال السنوات الأخيرة صعابا وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموه من تضحيات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز مرفوع الرأس، مستقل القرار، صانع الاحتياجات ومقدر لجود أبنائه المخلصين. فلكم عمال مصر خالص شكري واعتزازي وتقديري. كل عام وأنتم بخير، ومصر في رفعة وتقدم وازدهار، ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.